قبل ما ابدي المقطع يا حبايب، حاب اوضح انه هذا اخر فيديو راح ينزل على ياسو الا اذا هي رجعت وحكت علي، هاي نقطة. فهذا الفيديو يا حبايب اني اوضح وجهة نظري والشي اللي قاعد يصير. وبالنسبة لثاني شغلة يا حبايب، قناتي عليها حاليا 6 لايك، اللي انطاني اياه هو ايمن. مو مهم يا حبايب، ما راح اطلع احكي عليه. المهم يا حبايب، قناتي حاليا ممكن تطير ب6 لايكين بعد، وانا تهددت امبارح انه حطير القناة. فقناتي الثانية يا حبايب بالوصف، احتمال 90% انه قناتي تطير. فاذا صار شيء رابط قناتي الاساسية يا حبايب الثانية بالوصف، الكل يروح يشترك فيها. خلينا نوصل 200,000 على المصار، ما صار لا سمح الله هناك ينزل كل شيء. اوكي حبايب، الحلقة الثانية من فضائح ياسو، المسلسل مالتنا. طبعا ياسو يا حبايب بعد المقطع مالتي طلعت بشوية ستوريات وتقول بها انه عساس هذه التسجيلات كلها كذب وتسجيلات كلها كذا. طبعا شيء موضوع كل شيء خرب ضحك، لانه اكيد انتوا سمعتوا بنفسكم وانا ادري وانتوا واثقين بيا، والتسجيل واضح اصلا، يعني ما يحتاج لا لف ولا دوران، تقدرون تسمعوا بنفسكم، ما بأي تقطيع، ما بأي قص، ما بأي فبركة، واضح 100%. وعلى كل اليوم راح تسمعون اشياء جديدة. وطبعا يا حبايب بالنسبه لليوتيوبر رند ولا احمد نشط ولا غيرهم، انا حاولت اتواصل وياهم، وبالنسبه لرند انا وضحت لها وهي عرفت حقيقه ياسو، ولكن طلبت ان هي ما تتدخل بالقصه، وانا احترم هذا الشيء، طلعت برا القصه يا حبايب، ولكن هي عرفت الموضوع كامل. وكل اشخاص يا حبايب عارفين مجرد فئه كلش صغيره دي يحاولون انه يطلعون ياسو صح، مع انه تعرفون كل الزين التسجيلات اللي ملعوب بيها وتسجيلات واضحه. اوكي يا حبايب، قبل ما اسمعكم التسجيل هي تفضح بلدها الثانيه، حاب اوضح شغلتين. بالنسبة لأول شيء يا حبايب، عبود الجابري سوى مقطع علي وطلب من عندي طلب بسيط، إنه أنا يا حبايب أحط لكم الوقت مال التسجيل، شو وقت تم تسجيله، وأدخل أشغلكم إياه يعني بدون من مونتاج بدون أي شيء عمو تسمعوه هل هو نفسه أو لا. راح أسمعكم يا حبايب حاليا الفيديو بالدليل، شوفوا. اوكي يا حبايب، هلا والله. طبعا سجلت لكم من التليفون على مود ما حد يقول لي فبركته او سويت اي شيء بالمونتاج. هذا يا حبايب هو التسجيل بعنوان جميع فضائح ياسو، طبعا هو بي التسجيل الاول اللي حكيت بيه على ريدر، وبنفس الوقت بي التسجيل اللي حكيت بيه على صاله وحكيت بيه على هواي اشياء. شو وقت تم تسجيله؟ يوم 23 نوفمبر 2021 يا حبايب، 23 نوفمبر يعني بشهر 11. على كل يا حبايب، حاليا راح اسمعكم التسجيل نفسه، انه هو نفسه بالضبط، بس طبعا ما راح اسمعكم اياه بالكامل لانه هو مدته شويه طويله، وبالبدايه كنت احكي على موضوع ريدر، وبدت احكي على اسامه مرو وغيره من اليوتيوبر. احط لكم اللحظه يا حبايب، اللحظه بالضبط اللي هي حكت بيها على موضوع. طبعا هي ما تعرف يا حبايب اول مكالمه حكت بيها على ريدر كان مدتها 3 ساعات، والله العظيم اني ما كذب بحرف واحد، 3 ساعات كامله هي بس تحكي على ريدر. راح اسمعكم يا حبايب حاليا، اسمعوا بنفسكم انه نفس التسجيل بالضبط. دولارين اوه ايه طبعا قبله بشيء. شو كانت عم تحكي؟ انا بعرف شو عم تحكي عليها، لا مصادر فتقول انها هي كثير فيك، وانها هي بس بتصور معنا عشان مشاهدات وهيك. طبعا هو قبله بشيء همين كانت تحكي عن نفس الموضوع اللي هو تقريبا المفروض هنا. اوكي هند نادت تحكي على سامة مروة، طبعا راح تشوفوها بعدين، بس راح امشي شوية يا حبايب حتى تبدي بموضوع اصالة. اتوقع هنا بس كمان سمعت انه بعدين نادين طلعت عم تحكي على اصالة، حتى لما اصالة اجا وعيد ميلادها واجا بعيد ميلادها ما اجت ما اجت ولا هذا يا حبايب بعد سمعتكم التسجيل نفسه ما ملعوب بي حرف واحد. شبك تمها جميع فضائح ياسو طبعا اللي هي مكالمته وياي عمود ريدر بنفس الوقت هذه، شبك 23 نوفمبر يعني من حوالي 6 اشهر، يعني لا لعبت بيه بهاليومين لا سويته من هاليومين، موجود كل الدلائل كامل. اوكي يا حبايب، بعد ما اثبتت لكم بالدليل القاطع انه الفويس ما ملعوب بي ولا 1%، بالنسبه للشيء الثاني يا حبايب، بعض الاشخاص صار يقولون احساس هي جايه تفضفض مو اكثر، لا يا حبايب هي كانت جايه تفضح، وراح تسمعون بعد شويه بالتسجيل شلون هي تطلب مني اني اطلع وافضح واحط هاي الاشياء عندي. هاي اوكي. بالنسبه للشيء الثالث يا حبايب، واللي هو بعض الاشخاص صار يقولون احساس هي ما تنشر خصوصيات، حبايب كافي نفاق، كافي نكذب على بعض، كافي نضحك على بعض. هي البنية بزمانها اللي تذكر الدراما صارت بينها بين وسام تيكت، هي طلعت وحطت محادثات واتساب بينها بين وسام، يعني هي نشرت خصوصيات، بس هي لانه ما عندها اي خصوصية بيني وبينها او اشياء تحاول تقدر تفضحني، فلهذا هي ما حطت ولا شيء. نفاق كافي. خليني اكمل المقطع. اليوم يا حبايب راح ابوعكم شلون هي كانت تريد تكمل وتفضح اولاد بلدها، وهي بعظمة لسانها دا تقول لي انشر هذا الشيء ولازم تحطه عندك، تفضح بنية اللي هي يارا يا حبايب اللي وثقت بيها ودخلتها بيتها وصورت وياها اكثر من مرة، كل هذا يا حبايب ما غزر بيها وقررت انه هي تفضحها عندي وتقول لي انشر هذا الشيء عندك. طبعا انتوا اكيد الكل متابع قناتي يعرف انه هذا الشيء اللي هي قالت لي انا ما حطيته عندي، لانه انا مستحيل افضح شخص ما اذاني
وما ضرني غير لانه هذه بنيه حكت علي مو رجال وبنفس الوقت قاعده تضر اولاد بلدي. فيا حبايب انا راح اعطيكم حاليا تسجيل اسمعوا شلون هي كانت تفضح يارا. عرف انه يارا بتكذب ابوها مو ميت انا برايي هاي تحبها لانه كثير يعني وانا بعرف يعني هي وقتها حكت لي انه ابوها عايش يعني بس انه كيف هيك عم تقول ابوها هو ما منفصلين عندها جوز ام اصلا هي من ابوها امها متجوزه. مثل ما بيوم الايام جيتي علي وطلبتي اني افضح بنت بلدك اللي وثقت بيك ووقفت وياك، اجى اليوم رب العالمين ودار الدنيا عليك وجاب لك شخص يكشف الحقيقه مالتك للناس. اتوقع يعني هذا الشيء واضح، ما ادري شلون راح تحاول تلف وتلعب مره ثانيه وهم راح تقول تسجيل كذبي. واضح التسجيلات حقيقيه يا حبايب، وخلينا نكون صريحين بين بعض، سواء انت تحب ياسو او لا هذه البنيه كلش يعني ما ردحتي شنو. انتوا اكيد شفتوا طبعا الستوري الرند اللي هي نشرتها شلون هي قاعده تحلف كذب، تحلف برب العالمين. طبعا اكو هواي تسجيلات يا حبايب وهي تكفر برب العالمين والله العظيم، مو بس هيك، وهي تفضح قمر الطائي وهي تفضح نورمار، كلها عندي يا حبايب، وتفضح هواي يوتيوبر. كل يوم ورا يوم راح تنزل لكم هذه الاشياء وراح تعرفون الحقيقه كامل. اتمنى يا حبايب ما حد يوقع بالفخ مالتها، البنيه كلش حيه. اتمنى يا حبايب، ومو بس هيك، هي طبعا تحاول حتى انه تسجن الشخص اللي صوروا اياها، قلت لكم عرفتوا من قصدي، بس انا ما حاب اذكره عمود اخاف ينظر. ونزلت سوريا تقول انا رفعت قضيه عليه رغم ان الولد كل شيء ما حكى عليها، كل اللي حكى هو مجرد كلام من قلبه بالمقطع. وبالنسبه اللي يقولون يا حبايب على اساس انه هذاك الشخص هو اللي دز لي الفويزات، حبايب سمعت بنفسكم هي تقول لي انشر هذا الشيء حطه عندك. هل يا ترى هي حتروح الا وتقول له حط عندك وهو محتوى اغاني راب وما ادري شنو، وقاعد اسالها وهي تجاوب الحكي وياي المكالمه وياي وعندي التاريخ وتاريخها يا حبايب قديم طبعا. عليكم يا حبايب حطوا زر لايك وبس، احبكم، مع السلامه.